الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والفائدة الأخيرة من الفوائد العقدية أن أهل السنة يقرون بأنه لا يمكن أن تزني امرأة نبي مطلقا، لا يمكن أن تقع امرأة نبي في الزنا مطلقا، لا يمكن أن تقع امرأة نبي في الزنا مطلقا. فإن قلت وكيف تقول في قول الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت أبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، نقول إن الخيانة هنا ليست خيانة عرض وإنما خيانة دين. خانتاهما في الدين أي كفرتا تحت نبيين من أنبياء الله عز وجل.